الله معكم جميعا. هذا الفيديو بالنسبة لي كتير مهم، ومن أهم الفيديوهات اللي عم بطلع فيها، لأنه هذا الفيديو من مستشفى الروم، وأنا حد بطل من أبطال نهر البارد طوني صعيب، يلي فيني أقول عنه الشهيد الحي، ومن الشباب يلي ضحوا ليبقى هيدا الوطن. هيدا طوني صعيب بالبطل بالجيش اللبناني، وكمان بدي نوه بشغلي انه ان شاء الله بيقوم بالسلامة، وبدي نوه بكل ضباط ورتباء وافراد الجيش اللبناني، وتحية لكل شهداء الجيش اللبناني اللي روحهم بالسما. وبدي وجه رسالة محبة لكل أم شهيد ولكل أب شهيد، وبدي خلي أنا هيدا الفيديو الحلو النابع من قلبي لشاب موجود معي كتير بحترمه، ومؤخرا ناشط من الناشطين الكبار على السوشيال ميديا، لجو رحال ابن العميد دي رحال، يلي جينا عم نشق نحن على خينا طوني، بنتمنى يقوم بالسلامة. لألك الفيديو جو. أنا اليوم كرئيس جمعية جرح الفاونديشن لذوي الإرادة الصلبة بدي لكم أنه أكبر تحية هي تحية للجيش اللبناني يلي دايما بيضحي كرمال نحن نبقى واقفين، وبدي لكم أنه البطل طوني صعيب يلي تعرض لانتكاسة كبيرة بنهر البارد، البطل طوني صعيب يمكن قعد أو تعرض لانتكاسة للوطن يبقى واقف، بقى كلنا بدنا دعمكم، وقضية الجيش اللبناني هي أولوية للبنان وللعالم، وقضية ذوي الإرادة الصلبة هي دليل إنه طوني صعيب أكبر إرادة صلبة موجودة بلبنان. مرسي يا حبيب القلب. براف. مرة تانية بدوري بتشكركم. بطل. أنت بطل يا طوني، مثل ما كتير شباب كمان هلأ شهداء وأحياء، نقول لك إن شاء الله بتقوم بالسلامة، ويعطيك ألف عافية، أنت تصوبت ليبقى هيدا الوطن. وبدي أقول الحمد لله على السلامة كمان، وإن شاء الله بشفاء العاجل لوالدته، لقائد الجيش للعماد عون، تحية للقائد، وجه لك تحية، وتحية لمدير المخابرات ولرئيس الأركان ولكل ضباط ورتباء جيش اللبناني. أنا بحييكم، خيكم الأمير يزبيك. شكراً.